بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلاب المرحلة الثالثة فرع الأحياء قسم العلوم. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم من مادة علم الحشرات العام هي نظريات نشوء الحشرات. نظريات نشوء الحشرات لمعرفة الأصل الذي يحتمل أن تكون الحشرات قد نشأت منه، يجب الرجوع إلى جميع الدلائل والمصادر العلمية جميعها المتمثلة في علوم الحفريات والأجنة والمظهر الخارجي والتشريح الداخلي التي أمكن منها استخلاص نظريات نشوء الحشرات والتي يمكن إيجازها بما يلي. أولاً النظرية السنفالية. تعد هذه النظرية الحشرات التي تنتمي إلى رتبة مزدوجة الذنب، أقدم الحشرات عديمة الأجنحة، نشأت في الأصل من السينفالية، وإن الحشرات المجنحة جاءت بعد ذلك من الحشرات عديمة الأجنحة. والاعتراض على هذه النظرية ينحصر في اختلاف موضع الفتحة التناسلية في كل من السينفالية والحشرات، وقد فسر بأن كليهما قد تطور من سلف أو أصل مشترك وهو السينفالية الأولية كانت فيه الفتحة التناسلية خلفية الموضع، وقد نالت هذه النظرية تأييدا شاملا. ثانيا النظرية القشرية. تقارن هذه النظرية حشرات رتبة شعرية الذنب بالقشريات على أساس التماثل بينهما في شكل الحلقات الجسمية والتجانس في بعض الزوائد، كما تزعم هذه النظرية إن بعض القشريات المائية قد هاجرت إلى البر وتطورت إلى الحشرات عديمة الأجنحة الأولية. ويعارض هذه النظرية الفروق الجوهرية الموجودة بين أفراد ورتبة شعرية الذنب وبين القشريات خاصة في الأعضاء الداخلية، وإن الحشرات البدائية أصلها أرضي ولم تنشأ من حيوانات عاشت في الماء. ثالثاً النظرية الثلاثية الفصوص. تزعم هذه النظرية أن أقدم الحشرات كانت مجنحة متمثلة بمجموعة الصراصر المنقرضة التي نشأت من ثلاثية الفصوص، وأن أجنحة الحشرات قد نشأت نتيجة لازدياد حجم النتوءات الصدرية في الصراصر المتحجرة، ولم تلقى النظرية تأييداً بالنسبة إلى عدم وجود أشكال انتقالية بين ثلاثية الفصوص والحشرات، وإن الحشرات كانت أصلاً غير مجنحة ولم تكتسب الأجنحة إلا في زمن لاحق. موقع الحشرات في المملكة الحيوانية. كما نعرف أعزائي الطلاب إن الكائنات الحية تتغذى وتنمو وتتكاثر، وبعض هذه الكائنات تتبع المملكة النباتية في حين البعض الآخر يتبع المملكة الحيوانية. بعض هذه الكائنات تعيش على سطح الأرض أو في مناطق مرتفعة قد تصل إلى 20,000 قدم في المناطق الجبلية، أو بعضها يعيش تحت سطح الأرض في أعماق قد تصل إلى 5 متر كما في بعض أنواع الصراصر، أو أن هذه البيئات قد تكون مائية عذبة كما في مياه الأنهار أو مائية مالحة مثل مياه المحيطات. ولكي يتمكن العلماء من دراسة الحيوانات التي تتبع المملكة الحيوانية، اتبع علماء الحيوان نظاما معينا وضعت فيه الحيوانات في مجموعات، أي ترتيبهم بالاعتماد على الصفات المظهرية والتركيبية لهذه الحيوانات وكذلك الاختلاف والتشابه بينها. فقد وضعت الحيوانات التي تتشابه في صفاتها أو بينها صفات مشتركة في مجموعة واحدة، بينما وضعت الحيوانات غير المتشابهة في مجموعات أخرى من خلال تطبيق هذا النظام. فقد قسمت المملكة الحيوانية إلى عدة شعب، وكل شعبة تحمل اسما خاصا بها وبأفرادها ولهم صفات تركيبية متشابهة
وعلى أساس التطور رتبت المملكة الحيوانية إلى عدة مجموعات. أولاً شعبة الحيوانات الأولية البروتوزوا، ثانياً شعبة الإسفنجيات البوريفيرا، ثالثاً شعبة جوفيات المعي الكوليتريتا، رابعاً شعبة الديدان المفلطحة البلاتي هالمندز، خامساً شعبة الديدان الإسطوانية النيماتودة، سادساً شعبة الديدان الحلقية الأنيليدا، سابعاً شعبة شوكيات الجلد الإيشانو ديرماتي، ثامناً شعبة مفصليات الأرجل الإلتروبودة، تاسعاً شعبة الرخويات الموليوسكا، عاشراً شعبة الحبليات الكورودافل.